ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات. سعادة الوزير، بداية نرحب بك، وهل لك أن تعطينا كلمة مختصرة بمناسبة يوم المراقب الجوي وأهمية هذه الوظيفة على المستوى الإقليمي والدولي أيضا؟ طبعا تشارك وزارة المواصلات والاتصالات دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمراقبة الجوي واللي صادف 20 أكتوبر من كل عام. طبعا هذا الاحتفال في الواقع مناسبة سنوية نكد فيها على الدور الكبير والهام اللي يقوم بمراقبة الحركة الجوية في تنظيم حركة الطائرات، طبعا وفق اشتراطات دولية ومعايير متعارف عليها لضمان سلامة الحركة الجوية سواء في الجو أو في ساحة المطار. وإحنا في وزارة المواصلات فخورون بالدور الريادي للمراقبة الجوية بالبحرين واللي في الواقع يمتد لأكثر من 50 عام، يعني وكان مركز محوري في منطقة الخليج لتقديم خدمات الحركة الجوية بكل كفاءة واقتدار. وحاليا نحن نقدم لأكثر من 500,000 رحلة عابرة سنوية في إقليم البحرين على مر الطيران، وحوالي 220 رحلة هابطة مغادرة يوميا في مطار البحرين الدولي. وهذه الحركة وحجم هذا الحركة يتم من أول تم مراقبة بكل سلاسل وأمن وتنظيم وأمان. نعم سعادة الوزير، قد يكون هناك تساؤل عن مهام المراقب الجوي، فما هي أبرز هذه المهام؟ طبعا مهام المراقب الجوي هو يعني تتركز في الآتي: المهمة الرئيسية هي منع تصادم الطائرات في الجو أو على الأرض، وذلك عن طريق الفصل سواء العمودي أو الأفقي، وهناك في أنظمة وفي قواعد متعارف عليها وتدرس المراقب الجوي ويتأكد من حصول على الرخصة المناسبة اللي تأهله بتقديم خدمات الحركة للقيام بهذه المهمة الجسيمة وهي منع تصادم الطائرة. المهمة الثانية اللي أيضا نتأكد منها هي قدرته على تقديم خدمات تسهل انتظام الحركة الجوية سواء العابرة أو الهابطة والمقلعة على أرض المطار. ايضا من المهام الرئيسيه للمراقب الجوي تزويد الملاحق الطائره خاصه قائد الطائره بالمعلومات الضروريه مثل حاله الطقس او اذا كان في هناك اي عوائق تاثر على سلامه الطائره وحركه الركاب، وايضا تقديم المساعده اللازمه اذا كانت الطائره لا قدر الله في حاله طوارئ. فهناك ايضا في تدريب وفي قواعد مفروض التزم بها المراقب الجوي للمساعده وتقديم الدعم للطائرات في هذه الحاله. فهذه المهام هي الرئيسية للمراقب الجوي، ويخضع لتدريب مكثف وامتحانات مكثفة للتأكد من قدرته على القيام بها بشكل كفء. سعادة الوزير، البحرين لها سمعة طيبة في هذا المجال على المستوى الإقليمي، هل لك يعني أن تعطينا نبذة عن جهود المملكة في تطوير مجال المراقبة الجوية؟ طبعا قطاع الملاحه الجويه في البحرين يحظى بدعم كبير من لدن الحكومه المقره، وذلك ايمانا منها يعني باهميه المراقب الجوي في تسهيل اداره الحركه. بالنسبه لنا في الوزاره هناك تم الاستثمار في تدريب الكوادر البحرينيه وتاهيلهم للعمل في هذه المهنه المتميزه، وحاليا عندنا 78 مراقب جوي بحريني وايضا 11 فتاه بحرينيه يقومون بهذه المهمه المتميزه والمتقدمه. الى جانب ذلك تم الاستثمار بشكل كبير في تطوير البنيه التحتيه وتزويد المراقبين الجويين بالمرافق وبالاجهزه وبالتقنيه اللازمه اللي تمكنهم من اداء مهامهم الوظيفيه. فاحنا مؤخرا انتهينا من مركز المراقبة الجوية يعني بتكلفة حوالي 8 مليون دينار ويحتوي على أفضل أجهزة الاستطلاع والرقابة الجوية متوفرة في العالم. لجانب ذلك كانت هناك كثير من المشاريع للارتقاء مثلا مدرج المطار، رؤية على مدرج المطار، تقديم الخدمات الفلاحة الجوية، محطات الإرسال، هذه تم تطويرها مؤخرا كجزء من خطة
لتطوير البنية التحتية وأيضا توفير التجهيزات اللازمة للمرافق الجوي. إذا بكينا من القيام بالمهام معنا. نعم، إذا سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.